السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد وشروحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك. ندعوكم إلى الاشتراك بالقناة وهذا بالنقل سبسكرايب للقناة حتى يصلكم كل جديد للقناة. مواصلة في دورة إنشاء كود سوس جديد عن طريق أسئلة وأجوبة، كود سوس أسئلة وأجوبة عن طريق يعني سكيلايت، قاعدة بيانات خارجية سكيلايت. كنا في الدرس السابق كنا قد وضعنا عدة دروس فيما سابق. طيب هذا هو الدرس الأول، هذا هو الدرس الأول، ثم تلاه الدرس الثاني، ثم قمنا بوضع الدرس الثالث والرابع والخامس، ثم قمنا بوضع الدرس السادس، وآخر درس هو الدرس السابع لكيفية إنشاء قواعد البيانات. في ثلاث دروس أخيرة، يعني الدرس الخامس والسادس والسابع، قمنا بوضع كيفية إنشاء قاعدة بيانات بثلاث طرق كيفية إنشاء قاعدة بيانات خارجية بثلاث طرق. سوف نواصل في نفس المجال. بعد أن قمنا في الدرس السابق بعمل وشرح كامل لكيفية كيف نضيف ونعدل كامل ملفات جروابل، وقمنا أيضا بإنشاء وتصميم ملفات اللايوت، بالإضافة إلى أننا قمنا بإضافة الصوتيات، ملفات صوتية لملف الراو، وقمنا أيضا بإنشاء داتاباز ووضعناها في مجلد الأسيت في البرنامج. اليوم سوف نأتي إلى عملية البرمجة، سوف نبدأ ببرمجة المين أكتيفيتي. نأتي إلى الجافا، لاحظوا لدينا المين أكتيفيتي، لدينا أكتيفيتي أدبوا، ولدينا أكتيفيتي سيليكت أنشبر. بنفس الشيء لدينا ملفات الجافا، الجافا هي جافا المين أكتيفيتي جافا وأدبوا وسيليكت أنشبر، لدينا ثلاث ملفات بثلاث ملفات. نحن سوف نبدأ ببرمجة هذا الملف. طيب سوف نضع لكم الأكواد حتى لا نطيل كثيرا، ونشرح الأكواد يعني واحد تلو الآخر. سوف تجدون ملف أسفل هذا الفيديو يعني باسم المين أكتيفيتي، سوف تجدون بداخله جميع الملفات الخاصة، أي جميع الكود الذي سوف نقوم ببرمجته وسوف نضعه هنا. جميع هذا الكود سوف تجده في هذا الملف، قوموا فقط بتحميله فقط والتعديل عليه على حسبكم أنتم. طيب بعد أن نفتح البرنامج نأتي هذا هو الأنكرييت، نأتي لأسفل الأنكرييت، نقوم ب لاحظوا الأنكرييت تبدأ من هنا وتنتهي هنا. نقوم بعمل كوبي لكامل هذا، نأتي إلى هنا، نأتي إلى أسفل أنكرييت، هذه أنكرييت، نأتي إلى أسفل هنا ونعمل بيست. سوف نشرح الكود كاملا لكم. ماذا قمنا بفعل؟ فتحنا الأوفرايد، هذا الميثود فيها الميديا بلاير. الميديا بلاير ماذا يفتح؟ سميناه ميديا واحد. الميديا واحد يعني ماذا يفعل؟ لما this في هذه الصفحة لما تنقر يظهر الصوت أس كليك، وهذا الصوت الذي قمنا بجلبه من ملف الرو، ملف الرو الذي قمنا بوضعه سابقا. قمنا بإنشاء في الدروس السابقة نقوم بإنشاء الأنتنت، نعطيها اسم select answer بنفس الاسم، هذا الاسم الخاص بالactivity select answer، هذا أي بمعنى لما تنقر على الactivity main activity ألعب أو ما شابه ذلك
سوف يأخذك إلى هذا أو أي شيء لديه علاقة بهذه الصفحة سوف يتم برمجتها. New entity this select answer select answer class. يعني لما تنقر على البوتون يتم نقلك إلى الأكتيفيتي هذه الأكتيفيتي. طيب select answer put extra RTN false start activity select answer أي بمعنى لما تنقر على الزر يتم فتح الأكتيفيتي select answer هذه الأكتيفيتي start activity select answer. طيب نذهب إلى الميثود الثانية. الميثود الثانية الأولى هي عبارة عن start الميثود الأولى start أي انطلاق. الميثود الثانية return يجب أن نعمل return media player سميناه ميديا اثنان. لما يتم إنشاء هذا الميديا يتم سحب الصوت من ملف الراو الذي اسمه sclick يتم سحبه. ميديا اثنان start يعني يتم عمل start أي انطلاق الصوت يعمل return. يعني أنت select answer في select answer نفس الشيء select answer this start select answer put extra RTN true start activity select answer. ثم نقوم بفتح override جديدة أو method جديدة سميناها ب add point إضافة نقطة. ميديا بلاير سميناه ميديا ثلاثة. لما ينقر يظهر الراو يسحب الراو الخاص بإس كليك يسحب لنا هذا الصوت. ستارت نفس الشيء الأد بوا بنفس الشيء يعني يفتح لنا الكلاس الخاص بالأد بوا. هذا هو الكلاس الخاص بالأد بوا الخاص بهذا الأكتيفيتي. هذا هو start activity adpoint يعني يتم فتح الاكتيفيتي الخاصة بالadpoint. هذه الاكتيفيتي يتم فتحها. ثم نقوم الى الان قمنا ببرمجة الزر ابدأ والزر return اعد اللعب والزر اضيف نقطة يعني قمنا ببرمجتهم سطحيا. يعني add point اضيف نقطة return مثل خاصة بالreturn بالعودة عادة اللعب و start اي العب هذا العب ابدأ اللعب اعد اللعبة return اضيف نقطة start. هذه هي الميثود التي تتحكم بها. ثلاثة ميثودات تتحكم بهم. ثم نأتي إلى الشار. الشار أين هو الشار؟ سوف نقوم ببرمجة هذا الزر وهذا الزر الشار والأباوت. يعني في الشار الميثود الخاصة بالشار أو بالمشاركة زر المشاركة قمنا بربطها عن طريق الميديا بلاير. لما ينقر على الشار يتم سماع الصوت اسكليك هذا الصوت الذي يتم سحبه من ملف الراو من هنا. ميديا سميناه ميديا أربعة. ميديا أربعة ستارت يعني لما تنقر على هذا الزر يتم سماع الصوت هذا ثم ينطلق ستارت يعني ينطلق الصوت. ثم نضيف له انتنت. الانتنت خاصة ب الأكسيو سند يعني أكسيو سند. ما هي أكسيو سند؟ هي عبارة عن جلب عمل أكشن يعني عمل أكشن عمل فعل. ما هو هذا الفعل؟ هذا الفعل my intent setTyp text لا أي يجلب التكست string body ما هو
هو تطبيق أسئلة وأجوبة بين تنصيص زائد، يضيف لك هذا التطبيق تطبيق أسئلة وأجوبة زائد يتم عمل شار لهذا الرابط، وهذا الرابط خاص بالتطبيق بطبيعة الحال. لاحظوا هذا هو الباكيج نيم الخاص بالتطبيق، الخاص بالتطبيق تجده في الآلة هنا، هذا هو الباكيج نيم، تأخذه. يمكنك تغيير فقط الباكيج نيم الخاص بك هنا، تترك كل شيء، هذا الجزء تتركه على حاله، فقط تغير الباكيج نيم فقط. سترينج سوب، تقوم فقط بتغيير الكويز هذا الباكيج نيم فقط، ثم يتم تغيير اسم هذا اسم التطبيق، تطبيق أسئلة وأجوبة. ثم هذا الجزء هو عبارة عن مشاركة البرنامج لهذا التطبيق. ثم نأتي إلى الأوفرويد الخاصة بالأباوت، نقوم ببرمجة هذا الزر الخاص بالأباوت عن طريق هذه الأوفرويد أو هذا الميثود، سميناه أباوت، وضعنا له ميديا بلاير سميناها ميديا 5. ميديا 5 ماذا يفعل في هذا الديس، في هذه الاكتيفيتي؟ يجلب لك الصوت اس كليك من ملف الراو في سترينج في الار في الريسوس، ملف الراو هذا هو، يجلب لك الاس كليك هذا، اي لما ينقر على هذا الزر، على هذا الزر تسمع الصوت الكليك، هذا الصوت. alert dialog، تظهر لك ديالوج، بمعنى تظهر لك ديالوج، هذا ديالوج يظهر لك هنا في هذه الصفحة. build string حول البرنامج about، حول البرنامج build يظهر لك هذا في حول البرنامج، في أسفل يظهر لك هذا النص، إصدار البرنامج وما شابه ذلك. ثم تأتيك رسالة للاتصال، إذا أردت الاتصال بمعد هذا البرنامج، ضع هنا إيميل خاص بك، فقط غير هذا الإيميل، إيميل خاص بك، ثم تأتيك موافق يعني build show ليتم إغلاق الأباوت من خلال كلمة موافق. سوف نقوم بتجريب البرنامج، نأتي إلى build، نعمل build apk، ننتظر، ثم نفتح برنامج libdroid vm، vm 2 أو vm 1، انتظار عمل synchronization أو build للتطبيق. طيب تم عمل gradle build finished، تم عمل gradle build، نفتح الملف، هذا هو الاب دي بوك، نفتح الليبدرويد، نفتح الليبدرويد، ننتظر فتح الليبدرويد، محاكي خفيف جدا هو، طيب هذا هو ملف الليبدرويد، نقوم بسحب فقط الاب من هنا ووضعه بالداخل، نعمل انستال، ننتظر تثبيت التطبيق. موقع اوبن، هذا هو البرنامج يعمل بنجاح. لما ننقر على الاباوت تسمع الصوت، ثم يظهر لك هذه الرسالة التي شرحناها والايميل الذي وضعناه، ثم تنقر على الموافق لإخفائها.
مثل ما شرحنا بالتمام، لما تنقر على الشاب يظهر لك الديالوج، بادرة يظهر لك to use Bluetooth service you must first، يعني من المفروض يظهر لك الشار، يتم عمل الشار بصفة عادية. لما تنقر على أعد اللعب لإعادة اللعب أضيف نقطة يظهر لك صفحة أضيف نقطة ابدأ اللعب يظهر لك صفحة ابدأ اللعب. لما تنقر على ابدأ اللعب سوف يظهر لك الصفحة، هذه الصفحة. لما تنقر من هنا على ابدأ اللعب من المفروض يظهر لك هذه الصفحة. ننقر على ابدأ اللعب، تأخذنا مباشرة إلى الصفحة التالية وهي غير مبرمجة بعد، لم نقم ببرمجتها. لما تنقر على أضف أعد اللعب يعيد اللعب من جديد، يعيد لك الصفحة الأولى من أول سؤال. طيب لما ننقر على أضيف نقطة سوف يظهر لنا الأكتيفيتي الخاص بالأدقوة هذا الأكتيفيتي. ننقر على أضيف نقطة، هنالك خطأ لم يظهر لنا. طيب لماذا لما ننقر على ابدأ تظهر لنا هذه الصورة صفحة الابداء، لما ننقر على اعيد اللعب تظهر لنا نفس الصورة، لما ننقر على اضيف نقطة تظهر نفس الصورة. من المفروض لما ننقر على اضيف نقطة يظهر لنا هذه الصفحة، ولما ننقر على اعد اللعب يعيد اللعب من اول صفحة. لماذا؟ سوف نذهب المشكل اين في لما نذهب الى الاكتيفيتي المين اكتيفيتي. لاحظوا في جافا لدينا اول اوفرايد، يعني اول ميثود باسم ستارت، ثاني ميثود باسم ريتيرن، وثالث ميثود باسم اد بوا. يعني اول ميثود لاحظوا اللون الخاص بها هو اسود، يعني دليل على انها مفعله. اما ريتيرن والاد بوا لاحظوا اللون الخاص بهم كيف يكون، هو مختلف عن هذا اللون، مما يدل على انه لم يجد هذا الاسم. اين نبحث عنه؟ نبحث عنه في الاون كليك. في الاون كليك يعني لما نبحث في البوتون، لاحظوا في البوتون لاحظوا قمنا سابقا بعمل كوبي كولي لكامل البوتونات هذه بنفس البوتون. يعني الاون كليك الخاص بها، لاحظوا الاون كليك هنا ستارت، وهنا الاون كليك ستارت، وهنا الاون كليك ستارت. يعني لذلك تم لما ننقر على اي لعبة اي زر من هذه الازرة الثلاث ينقلنا الى الاوفرايد الى الميثود الخاصة بستارت. طيب نكتب ناخذ هذا الريتيرن، نعمل له كوبي وناتي الى المين ونضعه هنا بيست. لاحظوا كيف تغير لونه، نفس الشيء في اد بوان، نعمل كوبي، لاحظوا اللون كيف يكون هنا وكيف سوف يتغير. هنا نضع بيست خاصة بالأون كليك الخاصة بالبوتون أضيف نقطة. لاحظوا كيف تغير اللون هنا أد بوا. الآن نعمل بويلد أبليكي، تم عمل بويلد أبليكي بنجاح. نعمل شو جنراتور، نخرج من هنا. طيب هذا هو الابليكيتي بلوك، نقوم بسحبه، نعمل انستال للتطبيق من جديد.
نعمل ننقر على open، تظهر اللعبة. لاحظوا ابدأ، تظهر لنا اللعبة هذه. لما ننقر على اضف نقطة تظهر لنا صفحة اضف نقطة، تظهر لنا هذه الصفحة كما تشاهدون. لما ننقر على اعد اللعب يظهر صفحة السؤال الاول صفر، السؤال الاول في اللعبة. الى هنا نكون اخواني اخواتي نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. انتظرونا في الدروس القادمة في كيفية، سوف نقوم كيف قمنا فقط ببرمجة المين اكتيفيتي. في المرة القادمة سوف نقوم بشرح كيف نبرمج السيليكت انسور ونضيف كلاسات جديدة. لديكم الحين انتظرونا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.